إيه بس هي اهدوا شوي، هلأ رح أشرح لكم. هذا مانو تخمين، شايفين هدول الأوراق اللي هون؟ أنا بعرف إنكم ما رح تفهموا هالمصطلحات، بس أنتوا بتعرفوا ورقة عباد الشمس، هاي الورقة نستخدمها لنعرف نسبة المواد القلوية، قصدي الحمضية. وأنا عندي بعلبة الطب تبعي من هدول الأوراق، وإذا تحول لون الورقة من أزرق لأحمر فهذا الشيء بيعني إنه المادة يلي عم نختبرها فيها سم. أنا متأكدة، تعوا شوفوا، هي الورقة كانت بالشنطة تبع الفحص، شوفوا صار لونها أحمر، هي كانت زرقاء، يعني هذا الحليب كان فيه سم، أكيد كان مسمم. بس مين يلي حط السم؟ ما بعرف. شو اللي سمعته؟ إذا بدكم الصراحة، أنا ماني مستغرب كتير من هذا الشيء اللي سمعته، لأنه حظه سيء. عمتي بس ما دخل حظي بهذا الحكي نهائياً، يمكن الأعشاب اللي بالحليب تكون خالصة مدة صلاحيتها، ويمكن الحليب يكون فاسد لهذا السبب. عملتي هالشي عن قصد ما هيك؟ انتي عطيتي جيريش مواد واعشاب بتخلي الحليب مسموم، وبتعرفي انه ممكن يتسمم، انتي جبرتي انه يشرب الحليب مع انك بتعرفي انه هي المواد اللي بقلبه رح تخليه يتسمم ويموت. شيرلين انتي شو عم بتقولي بنتي؟ ريشاب وكرام ما بيحبوا يشربوا حليب ابدا، دايما منجبرهم يشربوا. بريتا مستحيل تكون حطت سم بالحليب. هلا هو حكى هالشي وقدام الكل، جيريش قالنا انه بريتا طلبت منه يضيف شويه اعشاب للحليب وبعدين تشربه يا. اذا بتريدي خلص شيرلين، ما في داعي لهذا الحكي. ريشاب إذا بتريد، بريتا هلأ حاولت إنها تسمم الشخص اللي أنا رح أتزوجه. هي عملت لي قصدها يا عفوان. كنت بعرف إنك ما استخدمتي عقلك بحياتك، بس هلأ أنا بعتقد إنه ما عندك يا بالمرة. الكل وبما فيهم أنت شافوا كيف بريتا سحبت الكاسة من إيد ريشاب، يعني إختي هي اللي أنقذت حياته، عم تفهمي؟ أي يمكن تكون غيرت رأيها، أو يمكن عملت هيك لتبين إنه هي اللي أنقذته. ليش انتي عم تعملي هيك؟ لانه انتي بلا فهم على الاخر. بالاول انتي قلتي انه بريتا حطت شي بكاسة الحليب لصار يسمم، لانه هي بدها تقتله لريشاب، وهلا عم تقولي انه هي انقذته. لك انتي شو هذا التخبيص اللي عم تقولي؟ هي انقذته لانه كان بدها تربح محبة كل الموجودين. شيرلين انتي بدك تتزوجيني ما هيك؟ معناها لا بقى تحكي ولا كلمة بحق بريتا، لو سمحتي بكفي. خلص ريشاب. خلص ريشاب، انا وشيرلين بحياتنا ما كنا رفقات ولا رح نكون. خلص اتركها تحكي شو ما بدها، أنا ما رح تفرق معي أبداً. ما بحياتي انزعجت من كلامها، ولا هلأ رح انزعج أبداً. خلص بريتا اتركيها. بعتقد إنه شيرلين مزعوجة ومقهورة كتير، يعني برأيي اللي صار معها بالحفلة شي مانو قليل أبداً بصراحة، وأكيد رح يأثر على نفسيتها. إذا بتريد يعذريها. بريد في أنت ما بتعرفها لشيرلين، والحقيقة ما حدا بيعرفها قدي. قديش هي وحدة خبيثة وسيئة. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.